مكملين طول ما اخواتنا في المعتقلات احنا مكملين. حرية لكل سجين. حملة إدارة الأزمات. إدارة الأزمات. ناوي تصلوا صلاة العيد النهاردة؟ هل في هدف سياسي من وراء صلاة العيد في ميدان التحرير؟ المعتقلين وطبعا التذكير بالثورة والشهداء اللي حقهم ما جاش. تمام. طب في بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم وتم الإعلان عنهم؟ 150 واحد. تمام. تقريبا باقي قد إيه كده في السجون؟ مش مننا. المفروض إن في أكتر من 16,000 واحد جوه. مش مننا 58؟ لا معرفوش. مش الثوار هم اللي خرجوا برضه. زي ما خرج قبل كده برضه الجماعات الاسلاميه والاخوان. بس انا شايف حضرتك ان مثلا خروج المعتقلين الفتره اللي فاتت دي لسه ما حدش فيهم خرج. في تحيز للطيارات الاسلاميه اكتر من التيارات المدنيه؟ اه طبعا. طب وانتوا بتطلبوا ايه النهارده ان شاء الله؟ الافراج عن المعتقلين فقط. طب هل في تم تواصل مع مؤسسه الرئاسه عشان الموضوع بخصوص ده؟ تواصلوا كتير وبيقول حاضر بس. في اجنده الفتره الجايه عشان تصعيد حمله الفرق عن المعتقلين بالنسبه لحركه العداله؟ حمله العداله بس احنا النهارده بنفتكرهم عشان العيد مش اكتر، ان هم قاعدين في السجون وقفلوا التليفون في بيوتهم معاهم زينا بالظبط، فما اعتقدش ان في عيد وهم لسه. ما تعبناش ما تعبناش حق اخواتنا يا ابن بلدنا.